لف ماشيه ست لابسه مايه لف في رجليها خدخال فضه وتعرف اسوس لون الصاجات معاه شايفه وخمير يعرف اسوس بتاع التمر تمر ولله الامر بتاع البلح حياني يا بلح يا زغلول مش عارف كان يدي شعر ويغني اغاني واحنا قاعدين في البيت كنا نسمعهم وكان اصواتهم جميله. طب ايه رايك ان البياعين كي كانت اصواتها اجمل من اصوات الفنانه اللي طالعه؟ بدات الشغلانه دي من تقريبا لما كنت في الثانويه يعني بقى لي اكتر من 20 سنه دلوقتي. اشتغلت هنا في الخان خليلي والحسين ببيع رصوص وتمر وصوبيا. الرصوص بنص جنيه والصوبيا والتمر بجنيه بسبب طبعا ارتفاع السكر والرصوص ارخص من التمر بالنسبه للناس هنا اللي بتشرب اللي هم البياعين نفسهم، لكن الاجانب بيفضلوا الكنز والمعلبات، هم بيحبوا الحاجات المعلبه حتى بالعرب برضه. الناس العاديين هم اللي بيشربوا. منطقة مشهورة جدا بالمشروبات اللي هي الطبيعية زي العرقسوس، التمر الهندي، الخروب، الدوم. المشاريب دي فيها إفادة كبيرة جدا للجسم، طبعا بتفيد ضغط الدم. الحاجات دي كمان ساعات بتشرب سخنة، بتشرب ساقعة زي التمر الهندي، زي الكركديه. الأجانب طبعا بيحبوا يقطنوا المشاريب دي اللي هم بيسمعوه عنها من إفادة للجسم. العطشان وتطفي نار الحراره يا جمالها والحوض مليان وانا عايم على وش الميه وخلطنا من الماء كل شيء حي.
فكره جديده حلوه عشان الدنيا. فكره جديده على الراجل اللي جاي يشيل الحاجه دي اول حاجه. اوكي بعد كده هو كويس في الحر زي ما هو قال. اقول لك هات موبايل حاجه جميله.